السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت بتسمع أمنية الشامي، وده برنامج محب الله ورسوله. هنتكلم النهاردة عن زكاة الفطر، مقدار زكاة الفطر، وقيمة زكاة الفطر، وميعاد خروج زكاة الفطر، ولمن تخرج زكاة الفطر، وكل ما يتعلق بزكاة الفطر من أحكام. من الفروض في شهر رمضان الكريم زكاة الفطر، وتسمى أيضا بزكاة الأبدان، وهي تختلف عن زكاة المال. فزكاة المال واجبة على الأغنياء الذي بلغ مالهم نصابا، أي ما يعادل 85 جرام من الذهب، ومر عليه سنة كاملة. أما زكاة الفطر فهي واجبة على كل مسلم الذي يملك ما يزيد على قوت يوم واحد. لو عندك طعام وشراب يكفيك ليوم واحد فقط أنت وأهلك، فعليك في هذه الحالة بزكاة الفطر، وهي فرض على كل كبير وصغير، رجل امرأة، عاقل أو غير عاقل. وزكاة الفطر فرض، ولك أن تتخيل أنك تسمع الآن عن زكاة الفطر وأنت لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم يخرجون زكاة الفطر، وزكاة الفطر تطهر الصائم من اللغو والرفث، أي تطهر صومك وتطهر صيامك من أي شيء ألم بصيامك. وعلى كل إنسان أن يخرجها عن كل من هو مسؤول عنهم، يخرجها عن زوجته وعن أولاده، وإن كان أبيه وأمه في مسؤوليته فليخرجها عنهم، ولكن احذر أن تعطيها لمن أنت مسؤول عنهم، بمعنى أنه لا يجوز أن تخرج زكاة الفطر وتعطيها مثلا لزوجتك أو لأبنائك الموجودين في بيتك تحت رعايتك، ويجوز أن تخرج الزكاة بالنيابة عن أي شخص غريب، ولكن عليك أن تخبره حتى يعلم أنه قد سقطت عنه الزكاة. ويجوز أيضا أن تخرجها للقريب الذي أنت ليس مسؤول عنه، ليس مسؤول عن نفقته، وهو أولى، بمعنى أنه يجوز أن تخرجها مثلا لأختك إذا كانت فقيرة، أو لأخيك إذا كان فقيرا، لعمك، لخالك، لخالتك، لعمتك إذا كانوا فقراء، والأقربون أولى بالمعروف، لأنها ستكون زكاة وصدقة وصلة رحم في نفس الوقت، ولكن بشرط أن يكونوا من مستحقي هذه الصدقة، يكونوا فقراء. ولكن متى نخرج زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر بغروب شمس اليوم الأخير من رمضان. إذا غرب عليك شمس هذا اليوم فقد وجبت عليك الزكاة. كل من غربت عليه شمس اليوم الأخير من رمضان وجبت عليه زكاة الفطر. فالإنسان الذي مات قبل غروب شمس هذا اليوم ليست عليه زكاة، ولا يخرج أهله عنه زكاة الفطر. ولكن لو توفى بعد المغرب إذا تجب عليه زكاة الفطر. الطفل الذي يولد قبل مغرب اليوم الأخير من رمضان عليه زكاة فطر، ولكن إن ولد بعد المغرب فليس عليه زكاة. ولكن من السنة ومن البركة أن تخرج عنه الزكاة، وعليك أن تعجل بإخراجها، ويجوز أن تخرجها قيمة أو طعام. ونأتي الآن إلى السؤال الأهم، ما هي قيمة زكاة الفطر؟ قد فرضها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من القمح، أي صاعا من غالب طعام أهل البلد، ولذلك تختلف القيمة من بلد لبلد. فتختلف زكاة الفطر من مصر للأردن لعمان لتنوع أطعمة الناس، وأيضا لاختلاف مستوى المعيشة. العلماء قالوا أن هذا الصاع حوالي 2 كيلو وحوالي 30 أو 40 جرام. اتفق على ذلك الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي، ولكن الإمام أبو حنيفة قال لا، الصاع حوالي 3 كيلو وربع، وهذا أنفع للفقير، ويجوز أن تخرج بهذه القيمة أموال تمكن الفقير أن يشتري بها ما يحتاجه قبل دخول العيد. وكل عام يحدد العلماء مقدار الزكاة في كل بلد، ففي هذا العام الموافق 1442 هجرية، 2021 ميلادية،
تقدر زكاة الفطرة في مصر ب15 جنيه حد أدنى، أي لا يصح أن تخرج أقل من 15 جنيه، وإن زدت زاد الله عليك من الخير، أنفق ينفق الله عليك. في المغرب 15 درهم، في الجزائر 140 دينار، العراق 2500 دينار، تونس دينار و750، فرنسا 7 يورو، سوريا 500 ليرة، السعودية 25 ريال، عمان ريال عماني ونصف، السودان 60 جنيه سوداني، اليمن 500 ريال، ليبيا دينار، الإمارات 25 درهم، أمريكا 10 دولار. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وننهي حلقتنا بالصلاة على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.